يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وفقرة إخبارية جديدة من قناتكم المفضلة دائما قناة النادي الأهلي. أكيد كالعادة عندنا العديد والعديد من الأخبار اللي بتخص النادي الأهلي بشكل عام، وأيضا بعض الأخبار المحلية والأخبار العالمية في ظل طبعا بطولة كأس العالم واللي بتقام في هذه الفترة واللي بتشهد ندية وقوة كبيرة جدا في مبارياتها، وبالتحديد كمان هي بطولة قوية جدا من الناحية الفنية وتعتبر من أقوى البطولات في تاريخ كأس العالم من الناحية الفنية ومن ناحية الأداء، وأعتقد الناس كلها مستمتعين بهذه البطولة. لكن كالعادة هنبتدي أخبارنا بأخبار النادي الأهلي وبالتحديد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. والنهاردة كان في مؤتمر صحفي في مقر النادي الأهلي، وكان في تمام الساعة 12 ظهرا كان مؤتمر لتقديم الجهاز الفني الجديد بالكامل اللي هيقود النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة. وزي ما انتوا اكيد تابعتوا المؤتمر من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، كان متواجد طبعا مستر باتريس كارتيرون والكابتن محمد يوسف، طبعا مستر باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق النادي الاهلي المدير الفني الفرنسي، وايضا طبعا الكابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكره بالنادي الاهلي. واكيد كان مؤتمر مهم جدا، خصوصا ان ده اول تعارف ما بين الجهاز الفني الجديد مع وسائل الاعلام المصريه بشكل عام، وخصوصا فور وصول مستر باتريس كارتيرون ما كانش في وقت كافي ان يكون في مؤتمر ضخم زي ده عشان يتم التعارف بشكل افضل ما بين وسائل الاعلام و الجهاز الفني الجديد. المؤتمر كان مهم لعدة أسباب وضح من خلاله سواء الكابتن محمد يوسف أو مستر باتريس كارتيرون العديد من الأمور التي تخص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وأيضا اللي بتخص كل جمهور النادي الأهلي وبيتساءل عليها بشكل كبير. طبعا بالمناسبة زي ما احنا شايفين كده في الصورة بقيت أعضاء الجهاز الفني كلهم كانوا متواجدين. أيضا المؤتمر كان مهم علشان الجهاز الفني يشرح لي الجمهور بشكل عام وجمهور النادي الاهلي بشكل خاص الاستراتيجيه الخاصه بالنسبه له في المرحله المقبله، الفكر بالنسبه له هيكون عامل ازاي، البطولات اللي مركز عليها بشكل كبير بالنسبه للنادي الاهلي. طبعا زي ما انتم شفتوا وتابعتوا اكيد الراجل عنده طموح كبير جدا 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 ان هو يقدر يحقق انجازات عديده مع النادي الاهلي خلال المواسم المقبله، وخصوصا ان هو راجل مبشر بشكل كبير قدر ان هو يحقق بطولات في الناحية القارية بالتحديد، ومع مازيمبي كمان قدر انه يفوز ببطولة دوري ابطال افريقيا وايضا بطولة السوبر، وده كان اهم شيء ان النادي الاهلي يتعاقد مع مدرب عنده خبرات افريقية تساعده بشكل كبير او تأثر عليه مسافات في التعامل مع العقبات الافريقية العديدة اللي طبعا كل الناس عارفاها سواء من ناحية المناخ من ناحية الملاعب، ارضية الملاعب في افريقيا بشكل عام سيئة جدا. فبالتالي كان الاستراتيجية الخاصة بالجهاز الفني والشكل او الفكر اللي عايز يبتدي بيه الموسم الجديد من خلال مباراه تاون شيب ان شاء الله في الجوله الثالثه من بطوله دوري ابطال افريقيا، وايضا في بقيه طبعا المباريات والتحديات الخاصه بالنادي الاهلي. زي ما احنا عارفين مباراه تاون شيب الاولى هتكون يوم 17 والمباراه الثانيه هتكون 27، والنادي الاهلي بيستعد لهذه البطوله بشكل جيد جدا. وزي ما انتم اكيد عارفين برضو النادي الاهلي ابتدى البطوله بشكل يمكن مش جيد وما كانش فيه توفيق بالنسبه للنادي في اول مباراتين، اتعادلنا المباراه الاولى في استاد برج العرب وخسرنا المباراه الثانيه في طبعا اوغندا، واكيد كان يعني شيء ما كانش يتمناه جمهور النادي الاهلي ان تكون بدايه كده، وخصوصا البدايات دايما تبقى مهمه، لكن لسه الامور قائمه بالنسبه للنادي الاهلي. النادي الاهلي يقدر ان هو بشكل كبير يتدارك موقفه في بطوله دوري ابطال افريقيا. ايضا النهارده في المؤتمر من الاشياء المهمه جدا اللي قالها الكابتن محمد يوسف وهي الخاصه بالاستراتيجيه اللي هيتم التعامل من خلالها مع وسائل الاعلام. زي ما احنا عارفين طبعا الاعلام اكيد شيء مهم وعنصر مهم جدا في مسانده النادي الاهلي بشكل عام، اكيد النادي الاهلي بيخوض العديد من التحديات وابرزها البطوله الافريقيه. احنا بنتكلم على البطوله الافريقيه كتير لان هو الهدف الاساسي بالنسبه للنادي الاهلي، النادي الاهلي معتاد على البطولات المحليه بشكل كبير، بقى لنا فتره بس ما بناخدش بطوله دوري ابطال افريقيا، فبالتالي كان من احد الأهداف الخاصة بالمؤتمر ده التواصل مع وسائل الإعلام ومساندة الإعلام بشكل كبير للنادي الأهلي وللجهاز الفني. ده أكيد هيكون شيء مهم جدا، وأيضا بالنسبة للاعبين هيكون شيء مهم جدا خلال الفترة المقبلة. كابتن محمد يوسف اتكلم بصراحة وقال إن احنا في بعض الأوقات اللي هنقدر نتواصل فيها مع الإعلام ونوضح له العديد من الأمور، وفي بعض الأوقات اللي احنا هنغلق على نفسنا فيها خالص لمزيد من الجدية والتركيز، وده الشيء المطلوب. زي ما احنا طبعا ما بنقول أو شفنا في بطولة كأس العالم ما كانش في تركيز كبير جدا بالنسبة
لمنتخب مصر. يعني الشيء بالشيء يذكر، كان الامور يمكن صعبه شويه، وكان في وسائل اعلام زي ما عرفنا وشفنا بيدخلوا اوض اللعيبه وكلام من ده، وده اثر بشكل كبير جدا على الناحيه التركيزيه الخاصه بلاعبي منتخب مصر. النادي الاهلي زي ما احنا عارفين ومعتادين من خلال النادي الاهلي بيبقى فيه سيستم لازم بيمشي عليه بالتحديد من الناحيه الاعلاميه علشان يكون في تركيز كبير جدا سواء للجهاز الفني او للاعبين، ويكون المناخ كله مهيئ بالنسبه لهم ان هم ان شاء الله يقدروا يحققوا الاهداف اللي هم بيتمنوها، ولعل اهمها طبعا بطوله دوري ابطال افريقيا. عشان نقرب من الصوره اكتر نروح نشوف التقرير الخاص بالمؤتمر الصحفي لطبعا الجهاز الفني بالنادي الاهلي النهارده ونرجع مره ثانيه. كان بيقول انا رجل سعيد اني ارجع افريقيا مره ثانيه Heureux de revenir en Égypte. وارجع مصر مرة تانية. Et heureux et fier d'être le nouveau coach d'Al Ahly. وسعيد ان اكون الكوتش الجديد للنادي الاهلي. Comme Mohamed vient de le dire, زي كابتن محمد يوسف قال. Al Ahly s'est présenté, pour moi c'est il y a des clubs dans le monde qui comptent et Al Ahly pour moi qui aime l'Afrique et le club où j'ai toujours rêvé d'être, aujourd'hui j'y suis. زي كابتن محمد يوسف ما قال، النادي الاهلي ده كان فرصه كبيره جدا بالنسبه لي وانا سعيد اني موجود فيه، وكان حلم بالنسبه لي اكون في نادي كبير زي النادي الاهلي. avec pour moi les avec trois objectifs trois motivations. عندي تلات اهداف. c'est les trois thèmes que j'ai donné à mes joueurs depuis que je suis arrivé. التلات حاجات اللي اداهم لهم اللعيبه بتاعتهم لعبته ما وصل مصر. en un. نمره واحد النتائج. En deux, اثنين. les résultats. نتائج. Et en trois, les résultats. نتائج. Le reste, quand on est à la Ligue, c'est de la parlotte, on parle pour rien. غير كده لما نكون في الأهلي لو قلنا أي حاجة غير النتائج بنتكلم كلام مش مظبوط. Je tiens vraiment à remercier l'ensemble du club pour l'accueil dont j'ai bénéficié depuis mon arrivée. بشكر أسرة نادي الأهلي الاستقبال الحار اللي حطوني بيه من وقت ما وصلت مصر. Que ce soit les membres du board, أعضاء مجلس إدارة, que ce soit les gens du secteur administratif qui nous permettent au quotidien de travailler dans de très bonnes conditions. الفريق العمل الإداري اللي بيخلونا دايما نشتغل في ظروف كويسة. Je suis très heureux également du staff que Mohamed a choisi et mis en place. أنا سعيد جدا بالجهاز الفني اللي كابتن محمد يوسف اختاره. Un mélange d'expérience. مزيج من الخبرات. Avec Michael. مع مايكل معانا. وكابتن محمد يوسف et un mélange de jeunesse également ومزيج من الشباب كابتن سامي. je tiens également à remercier le docteur pour la qualité de son travail et du staff médical. وبشكر الجهاز الطبي والدكتور لشغل كويس مع الفريق ainsi que tous les gens qui travaillent autour de nous. وكل اعضاء فريق الجهاز الفني والاداري. l'objectif pour moi est simple. الهدف بالنسبه لي سهل. gagner gagner et encore gagner. اكسب واكسب واكسب. On est dans une situation difficile aujourd'hui en Champions League. Il faut avoir l'humilité de l'accepter. Et l'orgueil et la volonté de ne pas l'accepter. J'ai pas de secret. Je suis quelqu'un de passionné. انا حد بحب الكوره. un gros travailleur. بحب اشتغل الاخر بشتغل لاخر لحظه. je suis quelqu'un qui aime ses joueurs comme ses fils. بحب اللاعبين بتوعي كانهم اولادي بالظبط. mais qui sait aussi être dur pour obtenir ce qu'il veut. لكن برضه ببقى شديد عشان احقق الرغبه اللي عايز احققها. depuis que je suis arrivé je mange à la lit, je bois à la lit, je dors à la lit. من وقت ما وصلت وانا باكل في الاهلي وبشرب في الاهلي وبنام في الاهلي. Et dans tous les moments où j'aurais tendance à ne pas penser à l'Ali, aujourd'hui on a décidé avec Mohamed de rajouter moi-même Zakaria sur la liste CAF. Également, j'ai dans l'idée d'un renfort qui pourrait arriver dans quelques jours, même si je ne peux pas en dire plus pour le moment, mais voilà pour l'instant. Mais bon, qu'il y ait quelqu'un qui arrive après ça, je ne sais pas si je vais faire quelque chose plus que ça, mais il y a quelqu'un qui arrive après ça, mais c'est pas une chose décidée. بعد رجوعنا من معسكر كرواتيا هنرتب طبعا هيبقى فيه استراتيجية وهنرتب لقاء ان احنا كيفية التعامل مع الإعلام
ودي مهمة جدا، لأن أنا زي ما قلت في بداية كلامي الإعلام ليه دور مهم جدا في بطولات النادي الأهلي وفي مساندة النادي الأهلي، فيبقى أن احنا لازم نوفر له الطريقة اللي يقدر ينجز بيها أعماله وينجز بيها شغله، ولكن في نفس الوقت هو أيضا هيبقى حريص علينا أن احنا دائما نبقى يعني تعاون مشترك ما بيننا، لأن في أوقات بيبقى مهم جدا أن احنا يعني نقفل عن نفسنا، وخصوصا في الفترة الحالية لأن فترة مهمة جدا وفترة الكلام فيها كل ما قل كل ما هيبقى المصلحة العامة أحسن. نادي الأهلي حاليا في أحسن لعيبة في مصر، وأنا بقولها طبعا وعندي ثقة كبيرة جدا في اللعيبة اللي موجودة في النادي الأهلي حاليا. إحنا بنملك أحسن لاعبين في مصر حاليا، فطبيعي جدا العروض وده حاجة طبيعية، لكن أنا في نفس الوقت بأكد تاني إن إحنا حريصين على البقاء على جميع اللاعبين. أنا حاليا مفيش أي تفكير بالنسبة لي إلا الحصول على البطولات. معسكر كرواتيا يعني اتحقق وترتب في وقت إعجاز، هيبتدي من بكرة على طول فور وصولنا، هيبقى في طبعا طبقا لرؤية مستر كارتيرون إذا كان عايز يعمل تمرين مسائي يتخللوا مباراتين مهمين جدا مع رابع الدوري الروسي فريق كراسندور، دي هتبقى يوم 9 والمباراة الأولى يوم 6 مع بطل الدوري السلوفاني، بطل وكاس الدوري السلوفاني. أنا عندي نظام، النظام ده غير قابل طبعا للنقاش في تطبيقه، اللاعب غاب بدون إذن وبالتالي اتخذت عليه العقوبة اللي طبقا للائحة. أنا عندي لائحة بشتغل من خلالها، اللائحة دي بيشتغل بيها أي مدير كورة تولى المسؤولية في النادي الأهلي، فالموضوع بيبقى بسيط جدا. لكن أنا عايز أأكد على حاجة في نفس الوقت، أنا طبعا بنتعامل مع جميع اللاعبين باحترام وبنقدرهم جدا، لكن الكلام ده لابد انه برضو يتم من خلال الفريم او يعني النطاق بتاع نظام النادي الاهلي واللائحه بتاعت النادي الاهلي. طبعا ده كان جانب من المؤتمر الصحفي الخاص بالجهاز الفني للنادي الاهلي صباح اليوم في مقر النادي الاهلي بالجزيره. يعني لو عايزين تتابعوا اكيد تتابعوا المؤتمر الصحفي بشكل كامل على صفحه النادي الاهلي الرسميه على او صفحه قناه النادي الاهلي الرسميه على فيسبوك، اكيد في كل الاخبار وكل التفاصيل الخاصه بمؤتمر الصحفي بالنسبه للجهاز الفني بالنسبه للنادي الاهلي اليوم. لكن بالتحديد عايز اعلق على اكثر من نقطه قالها النهارده مستر باتريس كارتيرون وايضا كابتن محمد يوسف، لكن اول نقطه عايز اتكلم فيها وهي فرصه او مستر باتريس كارتيرون قال ان هي فرصه بالنسبه لي وحلم ان انا ادرب النادي الاهلي. اذا الراجل ده عارف قيمه النادي الاهلي جيدا، كان بيسعى كمان ان هو يكون متواجد كمدير فني للنادي الاهلي عشان عارف ان النادي الاهلي هيضيفه. عشان نبقى متفقين، اي لاعب او اي مدرب بيتولى مسؤوليه النادي الاهلي او بيلبس تيشيرت النادي الاهلي اكيد ده بالنسبه له بيبقى حلم وبيبقى اضافه في السي في الخاص بيه، حتى لو مشي من النادي الاهلي بعد كده هيبقى اسمه في يوم من الايام ان الراجل ده درب النادي الاهلي او الراجل ده لعب في النادي الاهلي. فبالتالي اي حد بيحلم وبيتمنى ان هو يمثل النادي الاهلي في مختلف المجالات الخاصه بيه. فده تقريبا او ده بالتحديد كان جزئيه مهمه جدا وتعليق مهم جدا من مستر باتريس كارتيرون، الراجل عارف المسؤوليه بشكل كبير جدا اللي هو مقبل عليها في النادي الاهلي. النقطه الاخرى والاكثر اهميه كمان ان هو قال انا عارف الاهداف بالنسبه لي ايه واتكلمت فيها مع اللاعبين فور مجيئي لمصر وللنادي الاهلي. رقم واحد النتائج، رقم اثنين النتائج، رقم ثلاثة النتائج. ده برضو بيعكس مدى التركيز الشديد عند مستر باتريس كارتيرون ومدى معرفته بالمسؤولية المقبل عليها مع النادي الأهلي ودرايته الكاملة بأن النادي الأهلي أي مباراة بيلعبها لازم يكسب، أي بطولة بيدخلها عنده رقم اثنين زي آخر أو آخر مركز، يعني مركز ثاني زي آخر مركز، أو الأهم بالنسبة للنادي الأهلي دايما هو الفوز بالبطولة ايا كانت ايه هي البطوله اللي بيشارك فيها النادي الاهلي. فايضا دي كانت جزئيه مهمه جدا. ايضا علق او قال كلمه مهمه جدا ان هو سعيد بالجهاز الفني اللي اختاره كابتن محمد يوسف، وده بيعكس ايضا مدى التفاهم ما بين مستر باتريس كارتيرون وايضا الكابتن محمد يوسف، والاثنين قيمه كبيره جدا جدا في الجانب التدريبي. الاثنين حققوا بطولات قاريه سواء
مستر باتريس كارتيرون او كابتن محمد يوسف طبعا مع النادي الاهلي، قال ان الجهاز بيضم العناصر ذو الخبرات الكبيره وايضا العناصر الشابه بتتمثل سواء كابتن طبعا سامي قمصان او كابتن مصطفى كمال مدرب حراس مرمى النادي الاهلي، واكيد ده شيء مهم ومميز وايجابي جدا. وايضا بالنسبه لمجلس اداره النادي الاهلي ان هو اختار او لجنه الكره بالتحديد اختارت كابتن سامي قمصان وكابتن مصطفى كمال لاعدادهم ككوادر جديده للنادي الاهلي في المستقبل ان شاء الله، وهم اكيد شايفين فيهم الجزئيه دي وشايفين فيهم ان هم يقدروا يتحملوا المسؤوليه داخل النادي الاهلي وبالتحديد في الجهاز الفني. الراجل ايضا اتكلم عن بطوله دوري ابطال افريقيا وقال ان الموقف بالنسبه لنا صعب، لكن احنا لازم نكون قد الموقف ده ولازم ان احنا نقدر نحارب في هذه البطوله علشان ويكون كمان عندنا جرأه كبيره علشان نقدر نكمل في بطوله دوري ابطال افريقيا، وهو الراجل مدرك تماما ان هي الهدف الاساسي بالنسبه للنادي الاهلي. ايضا تفكيره الدائم في النادي الاهلي، بيقول انا كل لحظه بفكر فيها في النادي الاهلي، ده ايضا بيعكس مدى تركيز الراجل بشكل كبير جدا مع النادي وطموحه الكبير جدا في تحقيق البطولات مع النادي الاهلي والنتائج الجيده بشكل عام. وايضا اعلن خلاص ان النادي الاهلي هيقيد مؤمن زكريا في القائمه الافريقيه، طبعا مؤمن زكريا لاعب مهم جدا واضافه كبيره جدا بالنسبه للنادي الاهلي بشكل عام، واحنا عارفين يمكن اخر 6 شهور كان مؤمن زكريا اعاره في نادي اهلي جده السعودي. بالنسبه للكابتن محمد يوسف وقال او علق على جزئيه مهمه جدا، قال ان النادي الاهلي بيضم قائمه من افضل اللاعبين في مصر كالعاده، زي ما احنا قلنا دايما النادي الاهلي بيبقى عنده دايما القائمه ممتلئه بالنجوم الكبار والنجوم الافضل في الكره المصريه بشكل عام. فبالتالي هو قال ان وارد جدا، طبعا عندي نجوم كويسه جدا ولاعبين ذو قدرات كبيره جدا، طبيعي ان يجي لي فيهم عروض، ده شيء طبيعي جدا، لكن النادي الاهلي ما بيفكرش في بيع اي لاعب خلال الفتره الحاليه لما هو مهم بالنسبه للنادي الاهلي جدا في الفتره القادمه من ناحيه البطولات اللي هيشارك فيها. فبالتالي النادي الاهلي مش هيقدر يستغنى عن اي لاعب، وده كان كلام كابتن محمد يوسف. ايضا نقطه برضه تعتبر مهمه جدا وهي اللي تخص وليد ازارو، يمكن احد الصحفيين النهارده ساله في المؤتمر الصحفي موقف وليد ازارو والغياب وان هو ما جاش امبارح المباراه امام نادي الشمس، المباراه الوديه انتهت بالتعادل 1-1. واضح جدا الصرامه عند النادي الاهلي، طبعا الثواب والعقاب في النادي الاهلي ما فيهوش هزار يا جماعه، يعني وليد ازارو احد نجوم الفريق، هداف الفريق الموسم اللي فات، قدر ان هو يحرز 18 هدف، لكن الراجل ما التزمش وما جاش، لازم هتطبق عليه اللائحه ولازم هيتعرض لعقوبه، وده سمة أساسية من سمات النادي الأهلي. ده كان كل اللي يخص المؤتمر الصحفي، وأعتقد كان كلام مبشر جدا النهاردة من الجهاز الفني بشكل كامل، سواء كابتن أو مستر باتريس كارتيرون وأيضا كابتن محمد يوسف. أكيد نتمنى لهم كل التوفيق لما هو قادم من تحديات ومباريات وبطولات هامة جدا جدا بالنسبة للنادي الأهلي وجمهوره في كل مكان. لسه مستمرين مع اخبار النادي الاهلي، واحنا زي ما احنا عارفين امبارح كان في مباراه وديه للنادي الاهلي امام الشمس وانتهت بنتيجه 1-1، ودي كانت ثاني مباريات الفريق بعد الفوز في المباراه الاولى في الاسكندريه على فريق فاركو بنتيجه 3-1. بالتالي النهارده كان راحه بالنسبه للاعبين علشان بكره ان شاء الله النادي الاهلي هيستأنف فتره اعداده وهيكمل المرحله الاخيره الخاصه بمرحله الاعداد وفتره الاعداد الخاصه بالفريق استعدادا للموسم الاخير من خلال معسكر في كرواتيا، معسكر اوروبي ومعسكر خارجي في كرواتيا بالتحديد. بالنسبه للمعسكر بس عشان في يعني بعض الناس لسه مش عارفين التفاصيل الخاصه بالمعسكر ده رغم ان احنا قلناها اكثر من مره، لكن عايز اوضح الامور بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. النادي الاهلي بكره ان شاء الله هيتحرك من مطار القاهره الدولي في تمام الساعه الثانيه ظهرا، كان المفروض هيبقى الساعه 6 لكن تم تعديل الميعاد، هيكون في تمام الساعه الثانيه ظهرا، وخصوصا النادي الاهلي هيتحرك عبر طائره خاصه، هيوصل ان شاء الله لسلوفينيا خلال 4 ساعات، يعني مدة السفر هتكون أو هتستغرق 4 ساعات بالتحديد، يوصل إن شاء الله الفريق سلوفينيا، هيكون في أتوبيس خاص بانتظاره عشان ينقله لكرواتيا. المسافات في أوروبا زي ما احنا عارفين مسافات قريبة جدا، خلال ساعة ونص أو ساعتين بالكتير جدا النادي الأهلي فور وصوله من سلوفينيا هيوصل لكرواتيا، يعني علاقة النادي الأهلي بسلوفينيا هو المطار فقط، النادي الأهلي هيوصل المطار لسلوفينيا من سلوفينيا لكرواتيا، بالتحديد المعسكر هيكون على الحدود ما بين سلوفينيا وكرواتيا، وهو مكان يعتبر أو مكان
كان المعسكر يعتبر داخل دولة كرواتيا، إذن المعسكر في كرواتيا وليس سلوفينيا. علاقة النادي الأهلي بسلوفينيا هتكون العودة أيضا من خلال المطار، يعني النادي الأهلي هيرجع بالأتوبيس اللي هيوديه لكرواتيا، هيرجع بيه إن شاء الله للمطار في سلوفينيا عشان يرجع لمطار القاهرة إن شاء الله سالما بعد انتهاء المعسكر بالنسبة للنادي الأهلي، واللي هيستمر لمدة 8 أيام من يوم 2 لحتى يوم 10 من شهر 7 اللي احنا فيه طبعا دلوقتي، النهارده يوم 1/7، يعني بكره ان شاء الله الفريق هيسافر ويستكمل المرحله الاخيره او يبتدي في المرحله الاخيره الخاصه بفتره الاعداد بالنسبه للفريق استعدادا للموسم الجديد، عشان ان شاء الله لما يرجع الفريق يستعد بقى بشكل اكبر بشكل تكتيكي وفني بالتحديد اكبر خلال الاسبوع اللي هيكون متبقي قبل مباراه تاونشيب، واللي هي مباراه فاصلة وغاية في الأهمية بالنسبة للنادي الأهلي. بالمناسبة المعسكر كمان هيتخلله مباريتين، مباراة هتكون يوم 5 أو 6، والمباراة الثانية إن شاء الله هتكون يوم 9 قبل سفر الفريق إن شاء الله يوم 10 في طريقه للعودة للقاهرة. دي تفاصيل المعسكر، بعيد على حضراتكم تاني علشان يمكن البعض تساءل عن مكان المعسكر بتحديد وفي لغط شوية، الناس فاكرة إن المعسكر هيكون في سلوفينيا خصوصا النادي الأهلي هيوصل هناك، لا المعسكر هيكون في كرواتيا عن طريق سلوفينيا، نوصل سلوفينيا إن شاء الله نروح على كرواتيا. وبالمناسبة قناة النادي الأهلي إن شاء الله هتغطي لكم المعسكر بشكل كامل وبشكل جيد زي ما أنتم اتعودتوا دايما. ده اللي يخص المعسكر الخاص بالنادي الأهلي. لسه مكملين أخبارنا وأخبار بعض اللاعبين في النادي الأهلي. أحمد الشيخ، أحمد الشيخ يعتبر من اللاعبين اللي حظهم سيء جدا مع النادي الأهلي، لاعب بيتألق في مصر مقصة بشكل كبير جدا، بيتألق فترة الإعارة في السعودية بشكل جيد جدا، في الموسم قبل اللي فات لما الأهلي خرجوا إعارة كمان في المقصة خد هداف الدوري، لكن للأسف عنده إصابة في الركبة، عنده جزع في الركبة، الجزع ده هيخليه يبتعد عن التدريبات لمدة 2 أسبوع عشان يقدر يتعافى من الإصابة دي ويرجع للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي مع النادي الأهلي. حظه وحش ليه بقى؟ لأن الفترة دي معسكر مهم للنادي الأهلي، معسكر خارجي، لما يكون أحمد الشيخ متواجد الراجل يتفرج عليه بشكل أكبر، هو أكيد عارف قدرات وإمكانيات أحمد الشيخ، وخصوصا في تواجد كابتن محمد يوسف اللي أكيد ملم بكل الإمكانيات الخاصة بلاعبي النادي الأهلي، فبالتالي حظ أحمد الشيخ سيء جدا في الإصابة في التوقيت ده، لكن أكيد نتمنى له إن شاء الله إن هو يقدر يتعافى بشكل سريع ويقدر يعود للتدريبات الجماعية في النادي الأهلي. إصابة كدمة أو جزع كمان في الركبة بالنسبة لأحمد الشيخ، نتمنى له كل الشفاء العاجل. بالنسبة بقى لرامي ربيعة، رامي ربيعة مش هيكون متواجد في المعسكر الخاص بالنادي الأهلي في كرواتيا، ده ليه؟ لأن رامي ربيعة زي ما احنا عارفين كان عنده قطع في العضلة الضمة، ودي إصابة صعبة جدا بتاخد وقت كبير جدا، حتى الآن رامي ربيعة بيتعالج من هذه الإصابة. احنا عارفين رامي ربيعة يمكن كان اتصاب في مباراة الزمالك اللي انتهت بنتيجة 3-1 في الدور الأول أو مع نهاية الدور الأول من الموسم المنقضي، أو خلصت 3-0 كمان مش 3-1، فبالتالي جاله قطع في العضلة الضمة وبعض الآلام في الحوض. أيضا رامي ربيعة من اللاعبين اللي حظهم وحش جدا، ويمكن حظه وحش أكتر كمان من أحمد الشيخ، لأن رامي ربيعة احنا عارفين من العناصر الأساسية سواء في النادي الأهلي أو في منتخب مصر، لو كان الراجل سليم كان أكيد هيكون متواجد مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم، قبليها كمان ما كانش متواجد في بطولة الأمم الأفريقية في الجابون، كان بس أيضا بسبب الإصابة. لكن بشكل عام رامي ربيعة هيروح لألمانيا خلال الأيام القليلة المقبلة عشان يطمن على حالته ويعرف آخر تطورات الإصابة بالنسبة له، وكمان عشان يحدد موعد العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية مع النادي الأهلي، ومن ثم تجهيزه للمباريات الرسمية. وخصوصا عايز أفكركم بس أن رامي ربيعة من اللاعبين اللي ما تمش كدهم في القائمة الأولى بالنسبة للنادي الأهلي بالأمس، النادي الأهلي أيد 19 لاعب بس، فرامي ربيعه ما تأيدش عشان الاصابه، النادي الاهلي مستني ميعاد عوده رامي ربيعه عشان يتم تحديد هل ممكن يقيده او يأيده دلوقتي ام ممكن يكون في شهر يناير على حساب احد اللاعبين، حسب طبعا الحاله بالنسبه لرامي ربيعه، لاعب مهم ومؤثر وركيزه في الدفاع بشكل كبير جدا، نتمنى له الشفاء والعوده سريعا، فبالتالي مش هيكون متواجد في معسكر النادي الاهلي في كرواتيا، وهيكون متواجد في المانيا عشان يطمن على حالته. خبر اخر وبيخص اكيد الجهاز الفني للنادي الاهلي والكابتن سامي قمصان والكابتن مصطفى كمال، اتكلمنا عليهم وقلنا ان هم احد الكوادر اللي هتكون مهمه جدا جدا بالنسبه للفريق وبالنسبه للنادي الاهلي بشكل عام خلال المراحل المختلفه المقبله. كابتن سامي قمصان قال: اتمنى ان اكون عند حسن الظن بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي، ونفس الكلام طبعا بالنسبه للكابتن مصطفى كمال مدرب حراس مرمى النادي الاهلي، واللي بيقول ان انا مش غريب عن النادي والنادي يعتبر بيتي اكيد، وانا اتعودت ان انا اكون متواجد في النادي الاهلي وانا موجود عشان نساهم مع الجهاز الفني واللاعبين في تحقيق البطولات كالعاده بالنسبه للفريق. كلام كان مهم جدا من كابتن سامي قمصان والكابتن مصطفى كمال، خلينا نروح نشوف النهارده قالوا ايه بعد المؤتمر الصحفي.
كان شعوري طبعا كنت فخور جدا ان انا موجود في النادي الاهلي، واحساس جميل جدا ان انت تنتمي للكيان الكبير دوت. فكنت عن نفسي يعني على المستوى الشخصي يعني كنت سعيد جدا يعني، وكنت متخوف جدا لان مسؤوليه كبيره جدا ان انت تحمل مسؤوليه في فرقه كبيره زي النادي الاهلي وجماهير عظيمه ومجلس اداره حاجه محترمه ولجنه الكره على اعلى مستوى، وناس مستنيه حاجات كتيره جدا من النادي الاهلي، دايما رقم واحد دايما في افريقيا والوطن العربي كله. فكان شعور يعني الحمد لله، اتمنى ان شاء الله يعني يتكرر بقى ببطولات وان شاء الله وانجازات للنادي الاهلي. يعني كان لنا كان في بدايه الشغل كان كابتن محمد يوسف كان هو المتولي المسؤوليه قبل لسه التعاقد مع الكوتش. اشتغلنا حوالي 8 ايام، كابتن محمد يوسف اشتغل من النواحي الفنيه والكلام ده، وانا كنت طبعا بساعده من خلاله. اشتغلنا حاولنا نجهز الفرقه بدنيا وفنيا لحد ما الراجل يجي، لحد ما الراجل بدا يجي وبدا بقى في نظام شغل الراجل بيرتبه، واحنا من خلاله طبعا. ويمكن ده من الحاجه اللي يعني الواحد اتعلمها ان كابتن محمد، واحنا بنحاول نخلي الراجل يعني اي حاجه هو عاوز نقدر نساعده فيها ومن خلالنا، ونقدر نظام الشغل كل واحد يشتغل من خلال المنطقه اللي هو بيشتغل فيها او الحته اللي هو الراجل مكلفه بيها. فاعتقد ان شاء الله جهاز ان شاء الله يكون متكامل ومتناسق، وان شاء الله كل واحد يأدي دوره ونحقق ان شاء الله هدفنا ان شاء الله الاعلى ان شاء الله باذن الله. انا ابن النادي الاهلي، يمكن انا اتربيت في النادي الاهلي وانا عندي 8 سنين، وتدرجت في فرق الناشئين، لعبت في الدرجه الاولى يمكن حوالي 12 او حققت مع النادي الاهلي 14 بطوله. فهو طبعا الاحساس اللي انا متعود عليه اللي متربى عليه، اي حد متربي في النادي الاهلي عنده احساس دايما بالفخر وان هو بينتمي لقلعه كبيره زي قلعه النادي الاهلي، قلعه النادي الاهلي. والاحساس الثاني طبعا ان هي مسؤوليه طبعا بتبقى عليك، بتحاول انت تجتهد دايما بتطور من نفسك، عشان ده بيصب في الاخر في مصلحه حراس مرمى النادي الاهلي ان شاء الله. اللي انا بقول ان انا يمكن محظوظ ان انا بمتلك يمكن 3 حراس، يمكن بخلاف الحراس الناشئين طبعا، يمكن احسن حراس مرمى في مصر يمكن على مستوى افريقيا. واتمنى ان شاء الله باذن الله ان نشتغل مع بعض ان شاء الله ونكمل. انا بحب طبعا اشكر طبعا كابتن طارق سليمان على الفتره السابقه، والجهاز الفني طبعا كابتن حسام وكل الناس، احنا كلنا بنكمل بعض وكلنا بنصب في الاول وفي الاخر مصلحه النادي الاهلي. بشكره على الفتره اللي قضاها، واتمنى ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يعني مستوى الحراس فعلا يبقى فعلا زي ما بقول هم الامان لفريق النادي الاهلي، ويساهموا بقدر كبير جدا مع زمايلهم في احراز البطولات للنادي الاهلي. Well, it is as if I never left. Everything is the same. أكنه ما فيش خالص من الأهلي، كل حاجة زي ما هي. The people is a big advantage for me that I know the people, I know the environment. هو مبسوط عشان هو يعرف الناس ويعرف الأجواء كلها. I'm very pleased that I have Hussein as my partner in the fitness, because he thinks in the European way like I do. أنا مبسوط إن أنا معايا حسين في الجهاز عشان بيفكر بطريقة أوروبية جدا، بطريقة أنا بفكر بيها. This made my first week in Ali very easy and we could start right away. سهلت عليا حاجات كتير جدا في أول أسبوع ليا في الأهلي، وقدرنا إن إحنا نبدأ شغل على طول. أول حاجة بصراحة هو قبل ما يجي بعت لي تواصل معايا، وبدأنا الشغل من قبل ما هو يجي على طول. بدأنا نعمل تحاليل للعيبة كلها، نفهم عشان نفهم اللعيبه كلها واقفه فين بدنيا وذهنيا وكل حاجه. وبناء على كل الحاجات دي قدرنا ان احنا نحط خطه تدريبيه لحد ماتش افريقيا ان شاء الله. طبعا جهاز فني بصراحه مبشر جدا للنادي الاهلي خلال الفتره الجايه ان شاء الله، نتمنى لهم كل التوفيق. من الجهاز الفني هنروح لاحد اللاعبين ايضا المهمين في النادي الاهلي، وهو علي معلول الظهير الايسر للنادي الاهلي والمنتخب التونسي، واللي يمكن النهارده قال او كتب تويتايه كده على حسابه الخاص على انستغرام للجماهير التونسيه بالتحديد. يمكن علي معلول يعني صادفه سوء حظ كبير جدا في بطوله كاس العالم، بعض الاهداف دخلت في تونس كانت من اخطاء من علي معلول، لكن علي معلول بيقول للجمهور التونسي بشكل عام كده، خليني احكي لكم القصه من غير ما نقرا، ان هو يعني برضه يعتبر لاعب مهم جدا بالنسبه للمنتخب التونسي، وان هو كان متواجد في التشكيله الخاصه بالموسم الماضي بالنسبه للكاف، بالنسبه للاتحاد الافريقي التشكيله الخاصه سواء للمنتخبات او بالنسبه للانديه. علي معلول احد اللاعبين المهمين يا جماعه، برضو لازم الناس تفهم ان لاعب الكره ده بشر، مش لازم هيفضل طول عمره في التوب بتاعه او طول عمره في المستوى الجيد بتاعه، لازم هيجي في دروبات. واي مهنه بشكل عام كده، ممكن لاعب يبقى في اعلى مستوياته فتره من الفترات، وارد ان فتره اخرى مستواه ينخفض شويه. علي معلول قيمه كبيره جدا في افريقيا وفي تونس بالتحديد، وهناك على فكره بيحبوه جدا. احنا رحنا تونس وشفنا علي معلول من المحبوبين جدا عند الجماهير التونسيه، وايضا في مصر هنا لاعب
لاعب محبوب ومهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي، فهو يمكن اتكلم شويه مع الجماهير التونسيه وطلب منهم ان هم يعني يغفروا له شويه الاداء السيء ويفتكروا له الاداء الجيد اللي هو كان عامله في بعض المباريات او بعض البطولات الكبيره مع المنتخب التونسي، وايضا مع نادي الصفاقسي قبل الانضمام للنادي الاهلي ايضا كان ادى مباريات قويه واستمر في الاداء الجيد ده مع النادي الاهلي، لاعب مهم واكيد نتمنى له كل التوفيق خلال المرحله المقبله. هو احد اللاعبين اللي هينضم لمعسكر النادي الاهلي ان شاء الله مع اللاعبين الدوليين بمنتخب او اللاعبين الدوليين الخاصين بالنادي الاهلي والمنضمين او اللي كانوا متواجدين مع المنتخب في كاس العالم ان شاء الله هينضم يوم 5/7، يعني هيلحقوا بالمعسكر، هم دلوقتي في اجازه وان شاء الله هيلحقوا بالمعسكر في كرواتيا بالنسبه للنادي الاهلي. هنروح لخبر اخر وخاص ايضا بالنادي الاهلي، النادي الاهلي بيوقع على عقود اداره وتشغيل اكاديميات النادي بالامارات. زي ما احنا عارفين النادي الاهلي عنده اكاديميه في الكويت بخلاف الاكاديميات المتواجده هنا في مصر، وايضا في الاستراتيجيه الخاصه بمجلس اداره النادي الاهلي ايضا هيكون عنده اكاديميات ان شاء الله ممكن تكون متواجده في افريقيا زي ما احنا بنشوف الانديه الكبيره في اوروبا سواء اياكس، في العديد من الانديه الاوروبيه بس عشان ما اقولش اسماء ما يكونش ليها اكاديميات في افريقيا، لكن في انديه اوروبيه بتهتم كتير جدا بالمواهب في افريقيا، فبالتالي بيقوموا بعمل اكاديميات ليهم وفروع ليهم في جميع انحاء افريقيا عشان يقدروا يستفيدوا ويقدروا ان هم يكتشفوا المواهب من سن مبكر، ودي الاستراتيجيه الجيده وده الفكر الجيد جدا اللي بيشتغل عليه النادي الاهلي. خلاص احنا زي ما احنا عارفين اوروبا كلها عرفت الطريق المواهب فين، كله بيبقى في افريقيا، وعندنا امثله كتيره جدا جدا من غير طبعا ما نقول اسماء ناس كتير جدا بيتالقوا من افريقيا، اخرهم طبعا محمد صلاح نجمنا المصري، قبلهم طبعا ديدي دروكبا صامويل ايتو، يعني اسماء كتير جدا، فبالتالي كله دلوقتي بيعمل اكاديميات في افريقيا، فدي كانت خطوه مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، اكاديميات في الامارات احد الدول الشقيقه والحبيبه جدا بالنسبه للشعب المصري والجمهور الاهلاوي اللي قدر انه يحقق كذا بطوله للسوبر تحديد بالتحديد بطولتين كانوا مهمين جدا سوبر سواء امام الزمالك او امام المصري، وقدر انه يفوز هناك على روما وايضا على اياكس مؤخرا، فبالتالي هي دوله محببه جدا بالنسبه للجمهور الاهلاوي والشعب المصري بشكل عام، فدي كانت بدايه خطوه بالنسبه لمجلس اداره النادي الاهلي ان هم يعملوا اكاديميات في الامارات، وان شاء الله هيكون في سلسله اخرى من اكاديميات النادي الاهلي في جميع انحاء افريقيا عشان النادي الاهلي يقدر يستفيد بالمواهب اللي بتكون متواجده في كل مكان، وده الشغل الصح بصراحه، يعني ان احنا نبتدي من بدري، نبتدي من الشباب من السن الصغير علشان نقدر زي ما احنا عارفين طبعا شايفين دلوقتي ارتفاع الاسعار والصفقات والكلام من ده بيبقى الامور صعبه شويه في التعاقدات، فبالتالي ده فكر كويس من مجلس اداره النادي الاهلي. خلينا نروح نشوف التقرير ده الخاص باكاديميات النادي الاهلي في الامارات ونرجع مره ثانيه. الله يبارك لي فيك، وهذا من افضل الانديه، واحنا نادي الاهلي عريق ولو تكلمنا فيه ممكن نقصر في حقه، وان شاء الله نكون للافضل وللتعاون الافضل احسن بالسنوات الجايه ان شاء الله. هو اللي شجعنا ان النادي الاهلي عريق وفي له جمهور قوي كبير وله قاعده في الخليج بالذات، ويعني هذا اللي خلانا نشجع ونفتح فرع اكاديمي في الامارات حتى ان الجاليه العربيه والخليجيه من محبين النادي يعني متعطشين له. يعني هو اللي شجعنا ان افتتاح الاكاديميه في الكويت فرع الكويت والضجه اللي صارت له خلت الانسان يطالع للخليج، لان وثق تماما راح يكون يعني على مستوى الخليج كله راح يكون موجود النادي الاهلي، النادي الاهلي موجود خلاص، لكن ان شاء الله راح يكون الافضل ان شاء الله. احنا جينا واخذنا النادي الاهلي، والله يحييكم بالنادي الاهلي في الامارات. والله الفكره ان احنا مؤسسه تعليميه كبيره، عندنا مجموعه اكاديميات بندرها في مدارسنا، مدارس اجنبيه ومدارس عربيه، فالفكره جات لنا ان مجال الرياضه كله بيبقى بند من بنود تكمله المنظومه التعليميه، فدلوقتي حضرتك الشباب كلهم متجهين او الاولاد او النشء للمنظومه الرياضيه كرياضه وكده بناء جيل جديد، فطبعا احنا ما شفناش قدامنا غير النادي الاهلي كقيم مبادئ سلوك. مده التعاقد 3 سنوات ان شاء الله، نبدا ان شاء الله 1/9 تنتهي في 2021 ان شاء الله، بنبدا في دبي
ان شاء الله منطقه الشارقه، والفتره الثانيه ان شاء الله منطقه ابو ظبي، بس هناخدها مرحله مرحله يعني ان شاء الله. والله الاعداد هي لان انت ما تقدرش تحصل على عشاق ومحبين النادي الاهلي في مستوى الوطن العربي، فان شاء الله متوقعين عدد كبير ان شاء الله. ده طبعا كان تقرير مع شركة أفاق المستقبل الرياضية، واللي مضت عقود على مدة 3 سنوات مع النادي الأهلي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. كان لقاء مع أستاذ علي الرشيدي رئيس مجلس إدارة شركة أفاق المستقبل، وأيضا أستاذ محمد خميس المدير التنفيذي لشركة أفاق المستقبل الرياضية. أكيد نتمنى لهم كل التوفيق، ونتمنى للنادي الأهلي كل التوفيق في تحقيق أهدافه من وراء هذه الأكاديميات، واللي بتتمثل في اكتشاف المزيد من المواهب عشان يكونوا إضافة للنادي الأهلي في مختلف الأعمار السنية في قطاع الناشئين، أو حتى أيضا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. إن شاء الله كل التوفيق لهم. نروح لخبر آخر لكن أيضا داخل النادي الأهلي وخاص بالسباحة. يمكن خلاص ختام ناجح لبطولة الأهلي التنشيطية للسباحة، اختتمت فعاليات بطولة النادي الأهلي التنشيطية واللي كانت بتقام على مدار الأيام السابقة للبراعم في السباحة وكرة الماء. أكيد كانت بطولة مهمة جدا وشهدت منافسات قوية للغاية بمشاركة العديد من السباحين والسباحات المتواجدين في النادي، أو بالتحديد في البراعم في النادي. أكيد شيء مهم وبطولة مهمة، لكن عشان نقرب من الصورة بشكل أكبر ناخد على الهاتف كابتن وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي. يا كابتن وائل مساء الفل عليك. مساء الخير يا فندم، ومساء الخير على كل مشاهدينا وجمهور النادي الأهلي. طمنا يا كابتن على نتائج البطولة التنشيطية في النادي الأهلي للسباحة، وكانت إيه الأهداف كمان من وراء هذه البطولة؟ والله هي بطولة يعني حضرتك ليها طبعا، دي البطولة الثالثة الحمد لله للسباحة وكرة المية. السباحة مرحلة 2008 و2009 و2010، وكرة المية مرحلة 2005 و2006 و2007 و2008. حضرتك سألتني سؤال جميل، إيه الأهداف؟ إحنا البطولة دي عشان حضرتك تبقى عارف إحنا بنبتدي بالمراحل الصغيرة، ده بين بنعملها بين أهل الشيخ زايد، وأهل الشيخ زايد ده زي ما بيقولوا كده المولود الجديد بتاعنا اللي اول سنه يخش البطوله دي، لان احنا البطولتين اللي فاتوا ما كانش لسه الاهلي الشيخ زايد تواجد على الساحه في او الحمام افتتح بالظبط او دخل فيه الابطال بتوعنا، وكان مدينه نصر والجزيره. احنا بنعمل البطوله دي عشان نشوف المستوى بتاع الاولاد. لما بنيجي نخش بطوله رسمي بيبقى الاولاد اوريدي دخلوا بطوله واثنين وثلاثه، تبقى عارفين مستواهم، دخلوا في احتكاكات ما حسوش برهبه البطوله. نفس القصه بالنسبه لكره الميه برضو، بنختار بيتم اختيار 30 ولد من 2005. ال 30 ولد دول قبل ما بيخشوا الاختبارات بيخشوا بطولات تنشيطيه عشان نقف برضو على احسن مستوى الاولاد ونعرف نعمل فريق قوي. برضو كان في الافتتاح غط، كان في باليه، يعني احنا الحمد لله بنحاول نوفي العاب الماء حقها. من انت عارف ان حضرتك العاب الماء دول 5 العاب طبعا، سواء سباحه قصيره او طويله وغطس وباليه وكره ميه، فبتبقى يعني زي ما يكون مهرجان جميل تنافسي. في نفس الوقت الناس بتتعرف على بعضها، اللي في الشيخ زايد بيعرف مدينه نصر، تعرف حضرتك بعد الاماكن المسافه فرصه يتعرفوا على بعضهم غير في وقت البطولات دي. نرتقي بمستوى اولادنا في النادي الاهلي ونحافظ على الصداره اللي احنا متعودين عليها. طيب كابتن وائل، عايز اسالك ايضا عن انطلاق بطوله منطقه القاهره النهارده، كانت اعتقد البدايه النهارده في فرع النادي الاهلي مدينه نصر، عايز اطمن على البطوله دي ونتائج النادي الاهلي فيها ايه؟ والله النهارده الحمد لله يعني لسه بدايتنا، النهارده اول مرحله بتبدا 2007 ان شاء الله بتكفيك الله، ان شاء الله هتقعد معانا 4 ايام وبعد كده هنخش في مرحله 2004 و2005 وبعد كده من اول عمومي لغايه 2001 وبعد كده مرحله 2006. واحنا الحمد لله ان شاء الله يعني نوعد جمهورنا واعضائنا واولادنا ان احنا نحافظ على الصداره اللي احنا متعودين عليها كل سنه ان شاء الله.
ان شاء الله. كابتن وائل عزت طبعا رئيس جهاز العاب الماء بالنادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا وبتمنى لك كل التوفيق خلال المرحله المقبله. اكيد تحديات بالنسبه لهم ايضا تحديات مهمه، خصوصا اي لعبه في النادي الاهلي اي بطوله بتشارك فيها لازم ان هم يفوزوا بيها، وده الهدف الاساسي بالنسبه لكل المسؤولين والمدربين واللاعبين داخل جدران القلعه الحمراء. كل التوفيق ليهم ان شاء الله. اتكلمنا كتير وقلنا كل الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي على مدار الاخبار اللي فاتت في الدقائق الماضيه، لكن هنروح لوزاره الشباب والرياضه. وزير الشباب والرياضه استقبل الفوج الثاني من بعثه البحر المتوسط. زي ما احنا عارفين الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه يمكن استقبل النهارده في مطار القاهره الدولي، او هيستقبل خلال يعني ساعات قليله جدا طبعا الفوج الثاني اللي هيوصل النهارده ان شاء الله، اللي شارك فيه دوره العاب البحر المتوسط واللي اقيمت في مدينه تراجونا الاسبانيه. وده طبعا بعد ما استقبل الفوج الاول من خلال اليومين الماضيين. طبعا احنا زي ما احنا عارفين يعني البعثه المصريه حققت بصراحه نتائج جيده جدا في دوره العاب البحر المتوسط، ويمكن حصلنا على المركز الرابع حتى الان في هذه الدوره. يعني اعتقد مصر قدرت ان هي تحقق 45 ميداليه بواقع 18 ميداليه ذهبيه و11 ميداليه فضيه و16 ميداليه برونزيه. اكيد ده شيء جيد جدا، وزي ما بقول لكم مصر بتحتل المركز الخامس مش الرابع كمان في دوره العاب البحر المتوسط. اعتقد نتائج جيده. يعني عايز اقول لكم برده ما كانش متوقع ان احنا نحقق الميداليات بالكثافه دي، خصوصا ما كانش في اعداد جيد قبل البطوله، لكن ابطالنا ما شاء الله عليهم قدروا ان هم يحققوا ارقام وميداليات جيدة جدا. المركز الأول إيطاليا برصيد 152 ميدالية، إسبانيا في المركز الثاني برصيد 117 ميدالية، تركيا في المركز الثالث برصيد 95 ميدالية، وفرنسا في المركز الرابع برصيد 92 ميدالية، ومصر في المركز الخامس برصيد 45 ميدالية. ده أكيد ده شيء جيد ومهم جدا بالنسبة لمصر بالتحديد في المجال الرياضي ودورة ألعاب البحر المتوسط. لسه مع اخبار وزاره الشباب والرياضه، واللي هتعمل مؤتمر صحفي ان شاء الله يوم 10 من الشهر الجاري عشان توضح فيه الاستراتيجيه الخاصه بالوزاره خلال المرحله المقبله. طبعا احنا عارفين في وزير جديد موجود اكيد نتمنى له كل التوفيق، دكتور اشرف صبحي خلفا للمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه السابق. فبالتالي اكيد ضروري ان يكون ليه مؤتمر صحفي ان شاء الله خلال الشهر ده عشان يكون في تعرف بشكل اكبر ويوضح استراتيجيته بشكل اكبر وافكاره الخاصه بوزاره الشباب والرياضة وكل ما يخص الشباب بشكل عام، سواء من ناحية المشروعات الخاصة بالوزارة والبرامج المقرر تنفيذها كمان خلال الفترة المقبلة طبقا للتكاليف ورؤية الحكومة الجديدة. فأكيد هيكون مؤتمر صحفي مهم جدا لوزير الشباب والرياضة طبعا الدكتور أشرف صبحي. أكيد نتمنى له كل التوفيق، وهيكون مؤتمر طبعا غاية في الأهمية. نتمنى له كل التوفيق، وأن هو يعني يقدر، عنده تحديات كبيرة جدا وملفات عديدة جدا، يمكن أبرزها ملف عودة الجماهير للمدرجات. بقى لنا فترة كبيرة جدا ما فيش جماهير في المدرجات، أو حتى لما بيحضر بيبقى أعداد قليلة جدا من أعضاء الأندية اللي بتشارك في بطولة الدوري أو البطولات المحلية بشكل عام. ملف هام جدا عند دكتور أشرف صبحي، إن شاء الله يقدر يحققه ويرجع الجماهير للمدرجات خلال الفترة المقبلة، عشان زي ما احنا عارفين دايما الجماهير هي الأساس في كل حاجة. لما يكونوا متواجدين في المدرجات بيدوا طعم ويعني مذاق خاص كده للمباريات، بيبقى فيه استمتاع كبير جدا بالنسبة للمباريات. طيب نروح بقى للاخبار العالميه واخبار مهمه جدا، لكن عايز ابتدي بمباراه اسبانيا وروسيا. النتيجه كام يا جماعه؟ خلصت المباراه يعني خلصت طيب يعني المفاجاه بتستمر في بطوله كاس العالم. روسيا صعدت لدور الثمانيه بعد ما فازت على اسبانيا بنتيجه 4-3 في ضربات الجزاء، يعني المفاجات لسه مستمره بصراحه. خلينا نقول ان اسبانيا كانت بتمر بظروف صعبه جدا، رحيل المدير الفني بتاعهم لوبيتيجي طبعا اللي انضم لريال مدريد قبل البطوله بيومين بالظبط، وكانت مفاجاه كبيره جدا. الاتحاد الاسباني قرر ان هو يغيره ويجيب هيرو طبعا نجم ريال مدريد السابق، وتولى مسؤوليه منتخب اسبانيا قبل البطوله بيوم بالتحديد. فبالتالي الامور كانت بالنسبه لهم صعبه شويه. صعدوا الدور ال 16 كمركز اول رغم الصعوبات اللي واجهوها في المجموعه بتاعتهم، كان فيها البرتغال وايران
والمغرب كمان اللي أدت بطولة كويسة جدا أو ثلاث مباريات كويسين جدا. فبالتالي النهاردة المباراة انتهت تعادل 1-1، ثم من خلال ضربات الجزاء الترجيحية قدر المنتخب الروسي في مفاجأة جديدة يفوز على أسبانيا بنتيجة 4-3 في طبعا ضربات الجزاء الترجيحية. مفاجأة أكيد تستمر، امبارح خرجت البرتغال، خرجت الأرجنتين، وخرجت طبعا بعض الدول الأخرى يمكن أبرزها كمان ألمانيا. أكيد هنخسر لعيبة مميزة جدا في كأس العالم، لعل أبرزهم طبعا ميسي ورونالدو اللي خرجوا الاثنين امبارح في يوم واحد، وأكيد يعني خبر يكون محزن شوية لعشاق الكرة العالمية. وبمناسبة رونالدو وإحنا بنتكلم عن خروج البرتغال، أيضا رونالدو يرفض الحديث عن مستقبله مع منتخب البرتغال. زي ما إحنا عارفين يعني رونالدو عنده دلوقتي 33 سنة، صعب شويه ان هو يلحق بطوله كاس العالم القادمه 22. هيكون عنده ايه؟ هيكون عنده 37 سنه، يعني اعتقد هتبقى الامور صعبه شويه بالنسبه لكريستيانو رونالدو. البعض يمكن قال ان رونالدو ممكن يعتزل دوليا، لكن الراجل فضل ان هو ما يتكلمش في هذه الجزئيه دلوقتي، خصوصا ان هم لسه خارجين من البطوله. فبالتالي يعني ارجى الحديث عن اعتزاله الدولي لبعض الايام القليله المقبله. نروح لخبر اخر ويخص طبعا بيليه النجم البرازيلي الكبير، واللي اشاد بشكل كبير جدا بكيليان امبابي طبعا نجم منتخب فرنسا، واللي قدر ان هو يعادل الرقم القياسي الخاص ببيليه. بيليه زي ما احنا عارفين جاب هدفين في مباراه واحده في بطوله كاس العالم، كان عنده 17 سنه وشويه. ايضا امبابي 19 سنه وشويه كاول ناشئ يقدر يجيب هدفين في مباراه واحده في كاس العالم. هو بس مش جاب هدفين، الراجل ده الراجل عمل مباراه كبيره جدا، وعمل كمان ضربة جزاء لفرنسا في هذه المباراة. منتخب فرنسي منتخب قوي جدا ومرشح بشكل كبير جدا للبطولة بعد خروج المنتخبات الكبيرة دي. طبعا ده خبر كان خاص بامبابي. هنروح بسرعة لمنتخب بنما، ويمكن الشعب البنمي استقبل المنتخب استقبال حافل بعد أول بطولة كأس عالم ليهم. دي أول مشاركة بالنسبة لبنما في بطولات كأس العالم، ما حققوش نتائج جيدة خالص، خسروا 3 مباريات، لكن أكيد الخبرات بالنسبة لهم قليلة جدا. لكن شوفوا حضراتكم التحضر، هم فرحانين بس لمجرد المشاركة في بطولة كبيرة جدا كان حلم بالنسبة لهم صعب إن هم يوصلوا له، حققوا كخطوة مبدئية إن هم كانوا متواجدين في كأس العالم. أكيد هياخدوا خبرات، أكيد هياخدوا إن شاء الله ثقة أكبر إن هم يقدروا يحاولوا يتأهلوا لبطولات العالم بشكل جيد خلال الفترة القادمة. فبالتالي كان استقبال حافل بالنسبة لهم، رغم إن هم خسروا 3 مباريات، 3-0 من بلجيكا و6-1 من إنجلترا و2-1 من تونس. فبالتالي أكيد بالنسبة لهم شيء مميز إن هم بس شاركوا في بطولة كأس العالم، لكن الأهم دايما بيبقى النتائج. لكن بصوا شوفوا حضراتكم التحضر والاستقبال بالنسبة للفريق أو المنتخب البنمي. ده كان آخر خبر معنا في الأخبار العالمية وفي نشرة النهاردة. استنونا ونشرة جديدة إن شاء الله من قناة النادي الأهلي. تصبحوا على ألف خير.